صباح الخير على كل اللي بيسمعني على راديو 9090 هواها مصري. معاكم تامر بدوي وابتدي صح. كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 8 بكون معاكم. ابدأ يومك وانت فرحان ومبسوط حتى لو عندك مشاكل الدنيا والآخرة. على فكرة لو كشرت ده مش هيفرق في اليوم، مش هيظبط. التكشيرة مش هتفرد اليوم معاك وهتخلي اليوم برضو مش هيمشي كويس. انت لو مزاجك رايق ومبسوط ممكن تبقى كده طول اليوم. على فكرة المهم تظبط يومك وتنظمه كويس وتعرف هتعمل ايه النهاردة بعد ما تخلص شغل. ابتدي صح في فقرات أساسية بنبدأ بيها بالكلام على إيه، وبعد كده هنبتدي إيه صح النهاردة هنتفق عليه، وبنختم بنقطة من أول السطر. بفكركم إن إحنا بنسمع أغاني حضراتكم تطلبوها معانا. بفكركم بأرقام الرسائل، هي 199 والمكالمات على 2-18-10-866. هسيبكم دلوقتي مع عمرو دياب وارجع لكم تاني. معاكم تامر بدوي وابتدي صح. بنرتاح وإحنا في بعدنا حبايب حبايب مين عشان الشكل مضطرين نكمل والحياة تمشي لكن مع بعض مش فارقين حبايب حبايب مين عشان الشكل مضطرين نكمل والحياة تمشي لكن مع بعض مش فارقين بنمشي الإيد في حضن الإيد ونتبسم قصاد الناس عشان ما نهزش الصورة عشان يتصدق الإحساس بنمشي الإيد في حضن الإيد. رجعت ليكوا تاني، معاكوا تامر بدوي وابتدي صح. كل يوم من 7 ل 8 الصبح من الحد الخميس على الراديو 9090 هواها مصري. أول حاجة معانا النهاردة الكلام على إيه؟ كل الناس النهارده بتتكلم على الماتش اللي بين ليفربول وتشيلسي. طبعا اهميه الماتش ده جايه والناس بتتكلم عليه عشان محمد صلاح نجم مصر الاول. محمد صلاح بيلعب في ليفربول دلوقتي وهو قبل كده من سنتين كان بيلعب في تشيلسي. اهميه الماتش بقى جايه منين والناس كلها مركزه ليه مع صلاح؟ عشان صلاح كان في تشيلسي وجوزيه مورينيو مشاه من الفريق، قال له لا انت لسه قدامك كتير قوي عشان تلعب اساسي في تشيلسي. محمد صلاح طبعا ما خدش الكلام ده في دماغه، ساب تشيلسي راح ايطاليا ودلوقتي في ليفربول هو النجم الكبير جدا في ليفربول وفي الانفيلد. محمد صلاح كمان هو هداف الدوري الانجليزي، عنده 9 اهداف وهو اول واحد في الهدافين. كل الناس بقى بتتكلم في ايه؟ بتتكلم ان محمد صلاح ساب كل حاجه في الدنيا، ساب البريميوم ليج وساب دوري الابطال وقاعد مستني الماتش بتاع تشيلسي عشان يثبت لجمهور تشيلسي ولجوزيه مورينيو ان هو غلط لما فرط فيه من تشيلسي. اعتقد ان الموضوع اسهل من كده بكتير، الدنيا سهلة جدا يا جماعة. محمد صلاح اكيد هياخد الماتش ده زي اي ماتش عادي جدا، هي يعني مش مستني بقى طول السنة ان هو يوري لجوزيه مورينيو ان هو غلط، هو غلط وهو عارف. فالموضوع والكلام الكتير اعتقد انه مش في محله. طيب هسيبكم دلوقتي نسمع عمرو دياب وفكركم ان انتوا لسه بتسمعوا ابتدي صح على راديو 9090 هواها مصري. ارقام الرسائل 199، ارقام المكالمات 2-18-10-866. اسيبكم مع عمرو دياب وارجع لكم تاني. انت اول كل حاجه والبدايه في كل شيء، حب اول مره يجي لما قلبي كان بريء. انت اول كل حاجه وانت عارف كنت ايه، وانت اول حد يمشي ودمعتي تنزل عليه. رجعت لحضراتكم تاني، لسه معاكم تامر بدوي يبتدي صح. كل يوم من 7 ل 8 الصبح من الحد للخميس على الراديو 9090 هواها مصري. قبل ما نطلع اللينك اللي فات كنا بنتكلم على صلاح وماتش تشيلسي وليفربول. طيب الحاجه اللي هنبتدي فيها صح النهارده وخلينا نتفق فيها معاكم هو النموذج بتاع صلاح. حد قابل في حياته مدرب قال له انت ما ينفعش تلعب في الفرقه دي، انت لسه قدامك كتير قوي قوي قوي. ولو حد تاني غير صلاح كان ممكن ياخد الموضوع بطريقه فيها احباط ويبدا يامن ويصدق في الكلام اللي اتقال.
مش كل الناس بتعمل كده. في بعض الناس بتبدأ تقول لا أنا أقدر أعمل كده، أنا المفروض أعمل كده، بس بيستفيد من الكلام اللي هو تقاله. مش معنى أن حد يقول لي أن أنت وحش دلوقتي أو أن أنت ما تقدرش تعمل دي أن أنا أخد الكلام ده كلام مصدق بيه ومسلم بيه. لازم أشتغل على نفسي، لازم أسمع الكلام اللي تقال لي وأبدأ أفكر فيه هل في جزء من الصح ولا لا. ما أخدش الموضوع بقى على أنه حاجة نفسية بتهبطني أو لا. صلاح ما عملش كده، صلاح راح مكان تاني، راح إيطاليا، نجح فيه جدا، رجع لليفربول دلوقتي وهو الأول في البريميوم ليج، هو هداف الدوري الإنجليزي بتسع أهداف. حد تاني غير صلاح كان رجع الدوري المصري ورجع لعب في الزمالك ولا في الأهلي، لا بلاش الزمالك لأن عايز أقول لكم حاجة كمان، صلاح في زمان لما راح الزمالك قالوا له في الاختبارات أنت أصلا ما ينفعش تنفع في الزمالك، يعني اللعب في الزمالك كمان أصلا لا يصلح لي. فلو سمحتوا احنا كلنا محتاجين نركز قوي في الحاجة اللي احنا عايزين نعملها، ما نسمعش لأي حد بيقول لنا انت ما تقدرش، انت تقدر وانت تعرف تعمل الحاجة دي، وبس اسمع للكلام اللي بيتقالك واستفيد بيه كويس جدا. هسيبكم بقى مع اغنية امسك في حلمك، الاغنية دي اصالة وحمائي، وفكركم ان انتوا بتسمعوا ابتدي صح مع تامر بدوي على الراديو 90-90 هواها مصر. ناسين اللي فات ودايما باصين لبكرة، ومفيش حاجة مستحيلة تقدر علينا. الجاي في حياتك انت عارفه ورسمه، ده لكل واحد في حلم مكتوب باسمه. كل الحكاية وما فيها نتعب شوية. رجعت لحضراتكم تاني، وصلنا لاخر الحلقة النهاردة من ابتدي صح على الراديو 90-90. دايما افتكر ان انت لما تحب تنجح هتنجح، الكون كله بيساعدك، الكون كله ربنا بيسخره عشان يساعدك. امن بحلمك واشتغل على نفسك وان شاء الله هتنجح. صباحكم زي الفل، اشوفكم تاني بكرة من 7-8 مع تامر بدوي وابتدي صح على الراديو 90-90 هواها مصري. هسيبكم مع محمد فؤاد، باي باي.